الحرف الواحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. بداية نعتذر عن هذا التأخير كم دقيقة بسبب خلل فني من مركز البث الرئيسي في لندن. اليوم انتشرت بوسائل الإعلام وثيقة وجهها تنظيم داعش للكرد الكاكائيين تتضمن تهديدات بإبادتهم هم وعوائلهم لأنهم مرتدين. الوثيقة صادرة عما يسمى بولاية كركوك قاطع الحويجة بتنظيم داعش وما تحمل أي تاريخ. داعش توعد الكاكائيين بالقول: لقد أصدرنا بحقكم حكما نهائيا والموت سيكون مصيركم ومصير أفراد أسركم. وأضاف أن الحكم جاي حتى يكونون عبرة لغيرهم من المرتدين. حسب وكالات الأنباء اللي أشارت الوثيقة فإن هذا التهديد يجي بعد هجوم لمسلحي التنظيم ليلة 26 تموز الماضي على قرية اللهيب الكاكائية التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك. ذاك الهجوم خلف ضحايا من سكان القرية بينهم نساء، ونتيجة للهجوم توعد مقاتلي فوج الكرد الكاكائيين بقوات البيشمركة بنفس المنطقة بالانتقام من تنظيم داعش ردا على هجومه. في المقابل الناشط المدني الكاكائي ورئيس فرع أربيل لنقابة محامي كردستان إياد الكاكائي أكد أنه مثل هاي التهديدات ما راح تثني من عزيمة الكرد الكاكائيين وإصرارهم على الدفاع عن كردستان. هذا الملف الإخباري أثار انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو كركوك استفتاء الاستقلال قد يسبق استفتاء التنازع. أكو شيء بالسياسة يسموه لعبة عض الأصابع، لعبة سهلة ممكن تسووها بالبيت وتتباعون على التقرير. تقابل أنت ومرتك وخلي كل واحد منكم يعض أصابع الثاني، واللي يفوز باللعبة هو اللي ما يقول آخ أصابعي، أما اللي يقول آخ فهو الخسران. اللعبة هاي جاي تجري بحذافيرها بين أربيل وخصومها داخل العراق وبجواره، والمعركة ميدانها الاستفتاء، ووحدة من أكبر جوائزها كركوك. يعني اللي يقول آخ مو بس يسلم أمره ويقبل بالاستفتاء، بل عليه أن يخسر كركوك وياها كل المناطق المتنازع عليها. السبب ببساطة أنه الأكراد أعلنوا أنه استفتاءهم راح يشمل كركوك وسهل نينوى وخانقين وسنجار وغيرها من المناطق، فاللي يخسر راح يخسر هاي المناطق. طيب شنو اللي صار اليوم بلعبة عض الأصابع هاي؟ اللي صار أنه كل الأطراف جاي تعض سوا، وآخر عضة موجي على الأربيل هي موقف المكون التركماني والعربي بكركوك، واللي انعلن اليوم رسميا بعد ان اجتمعت الهيئة التنسيقية العليا للتركمان ببغداد مع ممثلين عن المكون العربي بالتزامن مع زيارة الوفد الكردي المفاوض. الممثلين ضموا شخصيات سياسية واجتماعية بارزة من عرب كركوك. لقاء مهم جدا واهميته جاية من كوننا الاول من نوعه وكوننا ربط الاستفتاء بقضية كركوك. بعدين ربط الاثنين بالمناطق المتنازع عليها اللي بديالة وصلاح الدين ونينوى. يعني شيء على شيء اللقاء لابس عقال وحدوي، ونتيجته تقول احنا ضد الاستفتاء، احنا ويا وحدة العراق ونطالب بتركيز الجهود على محاربة داعش وتحرير الحويجة. اكو بعد معطيات تأكد اهمية اللقاء؟ اي نعم اكو. المعطى الاول هو تزامنه مع تصاعد رفض دولي واقليمي رهيب للاستفتاء، وهذا الرفض وصل اليوم لحد تحذير وزير خارجية تركيا من أنه الاستفتاء ممكن يقودنا لحرب أهلية بالعراق. اللي سمع هذا التصريح أكيد راح يربطه باجتماع بغداد التركمان العربي من جهة، وبزيارة رئيس أركان الجيش الإيراني الأنقرة لمناقشة الاستفتاء وتأثيراته على المنطقة من جهة ثانية. أي أنه أسنان الرافضين للاستفتاء تبدو وكأنه جاي تعض سوى وبشكل متناسق بداخل العراق وبالدول المجاورة. مو صدفة مثلاً المالكي بعد اجتماعه بالوفد الكردستاني المفاوض طلع بتصريح صاروخي قال بيه انه الشرط الوحيد للقبول بالاستفتاء هو ايجاد غطاء دستوري له، وهذا معناه انه استفتاء ماكو، لانه مستحيل يلقى غطاء دستوري بظل الهيمنة العربية على البرلمان العراقي. بس بالمقابل احد سمع الوفد الكردي المفاوض قال اخ سنوني؟ لا اطلاقا، على العكس
رد على التصعيد بإصرار وقال الاستفتاء ما راح يتأجل وبعده بموعده نفسه. زين والحرب الأهلية اللي ممكن تنشب بالعراق، التركمان والعرب يسكتون؟ سؤال أكيد فكرت بأربيل وحسبت لألف حساب، أكيد حسبت لحساب وانتبهت مثلاً إنه بلقاء بغداد اليوم بين التركمان والعرب كان أكو اسمين إلهن دلالة حاضرات. الأول هو أبو رضا النجار المشرف على الحشد التركماني، والثاني هو محمد مهدي البياتي مسؤول محور الشمال لمنظمة بدر. لكن رغم كل هذا التخوف من الحرب العربية الكردية إلا أنه هادي العامري أكد للوفد المفاوض اليوم أنه من المستحيل محاربة الشعب الكردي وعلينا بالحوار لحل مشاكلنا، وهذا معناه أنه راح نبقى بلعبة عض الأصابع اللي وصلت للعظم. بس رجاء إخوان خوما أخذكم الواهس وجربتوها وانتم تسمعون التقرير. رحب بكم وناقش هذا الملف مع السيد محمد تميم رئيس ائتلاف العربية النيابية، والسيد حسن توران نائب عن الجبهة التركمانية، وكذلك ينضم عبر الأقمار الصناعي السيد شاخوان عبد الله النائب عن الديمقراط الكردستاني. رحب بكم ضيوف الكرام، وخلوني أبدي ويا السيد شاخوان عبد الله وأسأل. سيد شاخوان رحب بك وأسأل ابتداء يعني، ومن حيث المبدأ هناك رفض واضح للاستفتاء بصورة عامة. زين طيب، هالإصرار على أنه يصير في مناطق متنازع عليها ثم الإصرار اللي يصير بكركوك، ايش تتوقعون يعني؟ هل هناك راح يصير قبول وترحيب بأن يجري استفتاء في كركوك؟ نعم، شكرا لك أستاذ أحمد ولضيفيك الكريم ولكادر قناة الشرقية. حقيقة الاستفتاء لم يتم رفضها لحد الآن، ما عدا أنه تم رفضها بشكل صريح من قبل دولة الإيران، أما باقي الدول كان هناك مطالبة بتأجيل الاستفتاء إلى موعد آخر، إنما رفض إجراء استفتاء لم نسمعها من قبل أي دولة سواء دول إقليمية أو الدول العالمية. حتى الموقف الأخير لدولة تركيا قالت بأنهم طالبوا الحكومة بتأجيل موضوع الاستفتاء، وبالتالي حتى إن كان هناك استفتاء فلا يؤثر على العلاقات التركية الكردية. مسألة الاستفتاء كركوك ومناطق المتنازع عليها أيضا، لا يمكن إجراء استفتاء في أقليم كردستان، وقد تكون إجراء ناقصا، استفتاء ناقصا بدون محافظة كركوك ومناطق ساحل نينوى، لأن هناك مواطنين ساكنين في تلك المناطق اليوم هم يرغبون بأن يتم إجراء الاستفتاء في مناطقهم. واليوم خير دليل على هذا معناه أن الاستفتاء سيصير بالحويجة. واليوم التصويت، قبل لا أجي على موضوع الحويجة، واليوم الدليل الواضح على ذلك هو اجتماع مجلس قضاء خانقين والتصويت بالإجماع على مطالبة بإجراء استفتاء في خانقين وباقي المناطق. ما معنى أن هناك مطالبة من قبل أبناء تلك المناطق بالإجراء الاستفتاء من غير القومية الكردية؟ تعلمون بأنه هناك قومية اجتمعوا البارحة لجنة تنسيقية للتركمان واجتمعت مع شخصيات بارزة من العرب في كركوك وصدروا هذا البيان المهم والمواقف الواضحة، شنو معناها يعني؟ منو دول اللي غيرهم وافق على إجراء الاستفتاء أو يريد الاستفتاء؟ يعني حقيقة بالتأكيد هناك مطالبات من القوى العربية موجودة اليوم في كركوك، تطالب بأن ردا للجميل اللي قام بها قوات البيشمركة اللي حفظ مناطق، لأنه في السابق مع الأسف عندما اعتمد المناطق أو القرى العربية على القوات والجيش العراقي تم تسليمه وترك مواقعهم، وبالتالي أمام قوات الداعش في حويجة وباقي المناطق. ولكن عندما أتت قوات البيشمركة وأمنت الأمان لكركوك وباقي المناطق آنذاك، هناك الآن رؤية غير ما هو قبل 2014 تجاه إقليم كردستان واتجاه موضوع الاستفتاء أيضا. واضح. أستاذ محمد، شنو معنى هذا؟ معنى أنه جنابكم ما يمثل أي شيء بكركوك، يعني لا تمثل عرب كركوك ولا أستاذ حسن توراني يمثل تركمان كركوك. واضح أنه فضل البيشمركة دفاعها عن كركوك، إدارتها الكركوك، كانت سبب في أنه عرب وتركمان كركوك مثل ما يقول أستاذ الشيخوان أنه يرحبون بالاستفتاء وربما ينطون نعم للدولة الكردية. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ أحمد، وتحية لك والمشاهدين الكرام، وتحية للضيفين الكريمين أيضا. بس خليني أوضح، هاي التجربة أصبحت تجربة تقليدية ساذجة في أنظمة قريب ما تكون إلى الأنظمة الشمولية،
والدليل انه نظام حكم البعث اللي هي اي تجربه بس هسه جاي خلي اكمل وراح تتوضح الامور. والدليل انه نظام حكم البعث انشا حزب اخر سماه الحزب الديمقراطي الكردستاني وباعضاء واسس ما يسمى بالفرسان والجحافل، وكانوا يقولون احنا كرد، ولا جماعه كانوا يسمونهم اسم اخر. اما ذا يطلع لي ثلاثه او اربعه عرب او تركمان يقول ذول يمثلون، الان ما شفت عربي، شفت تركماني واحد قالوا هذا طلعوا. لا لا تسمح لي بس شايف صورهم هسه شايف تظاهراتهم وشعاراتهم طلعوا وش كم عربي تفضل كم واحد مثل الاسير واقع تحت هذا الضغط ويجي يقول له تعال هذا اذا ما ياخذ ياخذ للاعتقال ويوديه للسجن. هاي وحده. القضيه الثانيه من 2005 الى الان ما عندنا مخرج لاي عمليه تقيس هذا يمثل لو ما يمثل الا الانتخابات. وجربت كل الاحزاب في كركوك سواء كانت احزاب كرديه او حتى بعض الاطراف الاخرى ان تنتج زعامات وتدعمها باموال ودعم وسلطه وغيرها في انتخابات تحديدا 2010 و2014 ما قدرت توصل احد للفوز. احنا الى الان الى ان تجي انتخابات اخرى اذا رشحنا وما فزنا ذاك اليوم ما عندنا تمثيل. اما انا او التركمان ما دافع عن قضيه اني انا امثل او ما امثل، هذه يحددها الشارع العربي ويحددها الشارع التركماني بالنسبه للتركمان. اما هذا يمثل وطلعوا عندي اربعه خمسه، هذه احنا ما نحط التسميه كانوا يسمونها، بس نقول هاي مثل تجربه الجحافله اللي سووها البعثيين قبل. هذا مشمولين بالتركمان صار؟ والله يعني مخرج الانتخابات هو قياس ومجالس المنتخبه قياس. يعني على سبيل المثال ارجع لك الى موضوع العلم اللي هو كان فد شيء مقارب لهذا. من مجموع 15 عضو تركماني وعربي موجودين في مجلس محافظة كركوك ولا واحد من عندهم شارك في الاجتماع اللي اصطم به التصويت على قرار رفع العلم. واليوم أقاموا أيضا دعوة في المحكمة القضاء الإداري. فبالتالي هذا يعني اصطناعة أو صناعة تمثيل من قبل الأحزاب الكردية للمكون التركماني والعربي سياسة أثبتت فشلها من 2003 حتى قبل السقوط ولحد هذا اليوم. والأفضل اليوم على كل الأطراف أن تقتنع أنه اليوم التركمان شو اللي يحسم الجدل حول رؤية السيد شاخوان ورؤيتكم بأنه أهالي كركوك من العرب والتركمان ما رايدين انضمام كركوك للإقليم ولا رايدين نعم لدولة كردية؟ اليوم أنا مثلا في كركوك مجبر على التعامل مع ممثلي الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه هم اللي فازوا في انتخابات عام 2014. ما أقدر أقول التغيير يمثل الكرد ولا الجماعة الإسلامية ولا الاتحاد الإسلامي لأنه ما فازوا. هل هؤلاء لا وجود لهم في كركوك؟ لا، لهم وجود في كركوك. هل التغيير راضي على الاستفتاء؟ لا، ما راضي على الاستفتاء. الجماعة الإسلامية راضي على الاستفتاء؟ ما راضي على الاستفتاء. بس أنا في كركوك أتعامل مع من انتخب شعب كركوك اللي هم الديمقراطي والاتحاد بمعدل 6 إلى مقعدين. جيد. فبالتالي هم أيضا يجب أن لا يلجأوا إلى أسلوب آخر ويقول لك هذول ما يمثلون راح أجيب أنا ممثلين. هذا أسلوب أعتقد عتيق وعفى عليه الزمان. جيد. يعني سيد شيخوان، الاجتماع البارحة لجنة تنسيقية للتركمان مع شخصيات بارزة من عرب كركوك بيناتهم سيد محمد تميم، سيد خالد فرجي، شخصيات عشائرية أخرى، شخصيات أيضا عندها مناصب داخل كركوك، واضح ثقل تمثيل اجتماع الأمس بالرافض لموضوع الاستفتاء، الرافض لجعل كركوك إحدى المدن اللي متنازع عليها أن تصوت للاستفتاء. هذا بالضبط بالضبط من كلامك تفضلت به بمداخلتك الأولى. يعني مع جل الاحترام للإخوان، يعني حقيقة أحد أسباب اللي أدت إلى المكون أو النواب العرب والتركمان في مجلس النواب العراقي على عرقلة إجراء انتخابات في كركوك هو لبقاء الوجوه الحالية في مجلس المحافظة، لأنهم كيفما يشاءون الأخوة في الجبهة التركمانية أو القائمة العربية يقومون بتوجيه من بغداد. قد تكون نتيجة تغيير الوجوه الجديدة في مجلس المحافظة يتغير. هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر. يجوز نجيب على تفصيل موضوع الانتخابات. أنا جاي عن الموقف من الاستفتاء. واضح جدا اجتماع الأمس. يعني موقف من الاستفتاء. يعني واضح جدا. أستاذ أحمد. اتفاق. رغم الاختلاف اللي بيناتهم عرب وتركمان هم ماكو مشاكل بيناتهم. لكن واضح جدا إنه متوحدين فيما يخص عدم السماح بإجراء استفتاء في كركوك يخص الاستقلال أو انضمامها للإقليم. يعني أستاذ أحمد أنا مستعد بأنه بحضور كاميرا الشرقية وأذهب ومعي الأخوة في
القائمة العربية، النواب العرب في كركوك إلى المخيمات النازحين في الحويجة، ونسألهم واحد واحد قبل الإجراء الاستفتاء بأنهم هل هم مع الحكومة الاتحادية أم مع استقلال أقليم كردستان. وأنا مستعد وأكرر استعدادي على أنه نقوم مع الأخ محمد التميمي باللجوء إلى مخيمات النازحين اللي هم عانوا نتيجة سياسة الحكومة الاتحادية تجاه الحويجة ورشاد الرياض. اليوم اللي يمثل أبناء كركوك، ليش يتذكرون معاناتهم الحكومة ما يتذكرون معاناتهم من سيطرة خالد؟ شلون نسوها يعني؟ لا خلوا يطلعوا يسكنون ببيوت يعني. ما حقيقة أستاذ أحمد، المعاناة في سيطرة أربيل ليس بحق العرب والتركمان، وإنما هناك ظروف أمنية تتطلب من حكومة أقليم كردستان اتخاذ إجراءات لمنع دخول الإرهابيين وانتقال عدوى الإرهاب وعدم الحالة الاستقرار الأمنية في باقي المحافظات إلى أقليم كردستان. هذه إجراءات احترازية تقوم بها حكومة أقليم كردستان. لكن في مسألة إجراء الاستفتاء، أنا أؤكد في يوم 25/9/2017 راح تكون هناك نسبة الأعداد المشاركة من العرب والتركمان للاستفتاء وبالتصويت بالنعم للاستفتاء أكثر مما هو من الرفض للاستفتاء. آنذاك يبين هل إن الإخوان في القومية العربية والتركمانية مع الاستفتاء بنعم أو برفض الاستفتاء. المهم ماشي جورج لكم وانتم تدرون هذا واضح، هذا حكي لا ثقه شنو؟ لا شوف، لا واضح، لا يعني هو شنو الواضح بالموضوع؟ يعني تقول لي اروح المخيمات النازحين، هذا نازح ما يسمح له اللي يقول احنا بدنا نعاملهم، ما تسمح له الاداره الكرديه في كركوك يطلع يسكن ببيته، ما تسمح له يطلع يروح يراجع طبيب، ما تسمح له اللي يقدر ياجر يروح ياجر، ما تسمح له يروح يزور اقربائه او يطلع الى طبيب. هسه يجي يقول لي طبعا هذا يعتبر اسير سجين. لا بس عفوا استاذ، اكو شعور بالرضا؟ لا والله لا بالرضا. شعور هسه مو بس كركوك، كل مناطق يعني المناطق المحافظات العربيه السنيه اللي استقبلت مليون نازح منهم اربيل وسليمانيه. انا ما ادري، شوف هذا الموضوع ما دا اقول ما استقبلت، هذا موضوع اخر. يبدو انه خالق نوع من الرضا. لا والله خالق نوع إذا من شوف يقارنون ماساه جسر الجيب. قضيه هذه تعتبر مثل قضيه الابتزاز في ظل هذا الظرف. انا جاي حاطك بمعتقل، هذا المخيم ترى معتقل ما يختلف عن المعتقل، وانا ادعو منظمه حقوق الانسان لزيارته. انا اقبل التحدي لزياره المخيمات، لكن انا اريد خلي قوه بغداد تحمي هذه المخيمات وهي تسمح للدخول والخروج لها. اذا صوتوا 10 من المخيم الى الاستفتاء انا استقيل الصبح، وهذا التحدي مالي. هذا الكلام ما مقبول. خلي اسمح لقوه من الجيش العراقي او من بغداد من الشرطه الاتحاديه تروح هي تسيطر على امن المخيمات ودخل عليه صندوق الاستفتاء. إذا 10 أشخاص صوتوا أنا استقيل، أقبل هذا التحدي. طبعاً أنا جايبة أسير ومسجون عندي وأقول له صوت. أساساً أستاذ محمد، أساساً أستاذ محمد، إذا يجي قوة من الجيش العراقي إلى المخيم سيفرون وينزحون باتجاه الأقليم. لا 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 والله لا يفرون ولا جيش. إذا أنت تعتقد الجيش العراقي مال 2014 عندك ويا مشكلة، أنا بالنسبة لي ما عندي ويا مشكلة، وأنا أعتقد الجيش العراقي هو الجيش العراقي مال 14. خلونا من هذا، تسلمهم من جديد للجيش العراقي؟ خلونا من هذا الجدل، خلونا من هذا الجدل، عفوا أستاذ محمد، وخلينا نناقش بهدوء حول الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، بالتحديد كركوك، هذا الموقف اللي أصدرته يوم أمس، إلى أي مدى تشوف راح تمضون خلفه؟ إلى أي مدى تشوفوه مؤثر؟ إذا أخليه إلى جانب مواقف أخرى سمعناها البارحة واليوم وسلمت لي أو سمعوها الوفد المفاوض الكردي، مواقف إقليمية واضحة، هل سيحصل استفتاء أولا ثم هل سيحصل استفتاء في كركوك؟ خلي نناقش المسألة شوية بهدوء. أولا المادة 143 حددت حدود إقليم كردستان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الإقليم في قبل 19/3/2003. مفروض إحنا عندنا دستور ده نحترم كلنا الدستور. فبالتالي كركوك والمناطق المتنازع عليها كلها بموجب المادة 143 خارج حدود الإقليم. هذا واحد. ثانيا ما عندي نص في الدستور من بدايته إلى نهايته يبيح استفتاء الاستقلال لأي محافظة. ليش طفرت المادة 140؟ لأجيك بس ليش طفرت المادة 140؟ الكرد لا مستعدين، بس ما تخليني أوصل فكرتي. تفضل. هذا واحد. شيء ثاني، في كل دول العالم من يصير استفتاء يصير بقانون. هل هذا الاستفتاء إلى قانون حتى يجري، حتى نقول نسبة القبول كذا نسبة الرفض كذا؟ هذا سؤال. سؤال الثاني، أنت شايف استفتاء بدون سجل ناخبين ابتدائي ونهائي، منو يحدد المستفتى؟ منو يعني
هل هو أي واحد تسا مثلا خلوا صندوق في أربيل في السليماني أي واحد يجي 10 مرات يقدر يقيس يعني البنغالي يعني هم ينتخب؟ هل مثلا بنغالي باربيل وكردستان يصير يجي يصوت في كركوك منو راح ينظم الاستفتاء؟ اولا ماكو قانون، ثانيا ماكو تحديد لسجل ناخبين اولي وابتدائي، ثالثا الاحزاب الكرديه اتفقت على تفعيل البرلمان اسمح لي وعلى سن قانون يخص الاستفتاء. من يجري الاستفتاء؟ اللي يجري الاستفتاء مفوضيه انتخابات كردستان. اسال سؤال قانوني، هل هذه المفوضيه ولايه على المناطق اللي خارج الإقليم؟ لو مناطق خارج الإقليم هي تابعة لمفوضية بغداد. أنا التقيت بمفوضي مسؤول أو منسق المفوضية الموجود في بعثة اليونامي، التقيت به على مدى ساعة ونصف، وقال أنهم طلب من عندهم المساعدة والإشراف والدعم اللوجستي لمفوضية إقليم كردستان حول إجراء استفتاء، وتم رفضه بصورة مباشرة. قالوا نحن نتعامل فقط مع المفوضية العليا المستقلة الموجودة في بغداد. هذه الأمور أنت شايف استفتاء مثلا ما محددة به حدوده، روح إلى تجربة اسكتلندا، روح إلى تجربة كيوبيك، روح إلى تجربة جنوب السودان، تلقى أولا أكو قرار من السلطة الاتحادية أو المركزية في العاصمة من لندن، من خرطوم، من في كندا، ولكن هنا ماكو رضا من المركز، والوفد اصطدم بأنه زار كل الكتل السياسية وما وجد كتلة سياسية تؤيد الاستفتاء. ليش؟ قالوا له تعالوا نضجوا هذا المشروع داخل قبة البرلمان. النقطة الثانية، أنت قل لي منطقة من هاي المناطق اللي أنا عددتها ما بيها حدود واضحة. اليوم اسكتلندا من راحت، اسكتلندا سكانها معلومين، حدودها معلومة، راحت للاستفتاء. اليوم احنا هاي المناطق المتنازع عليها جنابك تدري هي تمثل 42% زيادة عن حدود 19-3. حدود 19-3. هذه الأمور احنا ما نقول سياسة، بس هذه هي أمور قانونية لازم تلقى لها حل قبل ما تخطو هذه الخطوة، لأنه باكر عقبة إذا البصرة أيضا البصرة قالت احنا محافظة ننتج 85% من نفط كركوك، وعندنا منفذ بحري من العراق، وعندنا منفذ بحري، واحنا نستقل وخلي العراق يحير بنفسه. منا نفط كركوك راح، منا نفط البصرة راح، العالم ايش تاكل ايش تشرب، وين تصدر نفط؟ هل هذه خطوة محسوبة العواقب؟ احنا مو ضد من تطلعات الإخوة الكرد، ولكن نقول أن الموضوع يجب أن يعالج في إطار الدستور، والمؤسسات يجب أن تفعل في هذا الموضوع حتى نصل إلى حلول توافقية. هذه النار إذا صارت ترى راح تحرق الأبيض والأخضر. واضح سيد شيخوان، الآن أنه بالتحديد البارتي يعني جاي يخلي نفسه قبالة كل القوى السياسية العراقية بمختلف مشاربها، يعني حتى جزء من الكرد وجزء مهم من الكرد أمام معظم الدول الإقليمية، رغم تباين المواقف في التعبير عن الموقف أمام المجتمع الدولي بصورة عامة، وسمعت السفير الأمريكي ايش قال للوفد المفاوض، حتى تركيا اللي تقول هي أخاف، وحتى اللي يطلبون تأجيل الاستفتاء واضح جدا يطلبوه لأن يعرفون أنه ذا تأجل بيصير بعد، واضح رسالتهم. ليش رايحين يتفايتين بالحائط يا بارتي؟ ليش؟ وين مودين يعني؟ وين مودين الكرد وين مودين البلد؟ نعم استاذ احمد، اسمح لي ان اجاوب على سؤالك، لكن بالاول اريد اعلق على ما قالته زميلي استاذ حسن توران. في كركوك اكو سجل للناخبين، نفس السجل اللي وصل استاذ حسن توران واستاذ محمد تميمي وشاخوان عبد الله الى مجلس النواب، نفس السجل الموجود. اشكالي اللي يقدر من خلالها الناخب الثاني اشكالي ب 100,000 اكثر من 100,000 اسم باشكالي. تفضل. اذا اليوم استاذ حسن توران يحكي لنا على الدستور، ليش احنا صار 10 سنوات دا نطالب كابناء محافظه كركوك بتطبيق الدستور العراقي حتى ما توصل الكركوك والخط اللي جنابه يحكي عليه الى هذه الموقف اللي اليوم كركوك وباقي المناطق تقول احنا مع الاستفتاء؟ مسألة الدستور العراقي، نحن متمسكين بالدستور العراقي، وتمسكنا كان بالعراق بوحدة العراق بناء على دستور عراقي، وكان موجود في ديباجة الدستور العراقي وفي المادة الأولى من الدستور العراقي على أن التمسك بهذا الدستور ما معناه ضمان وحدة الأراضي العراقية. عندما تأتي الحكومة الاتحادية بخرق أكثر من 50 مادة دستورية وتطالب اليوم بأن يعاد مسألة تطبيق الدستور، أما مسألة
مسألة الرفض الدول. هم لازم يعني لازم تعرف عن نفسك. لا لازم تعرف عن نفسك. هل أنت ملتزم يعني بهذا الدستور؟ خلي نكون اللي صوتت عليه اللي صوتت عليه 15/10 صوت عليه الكرد 15/10/2005 ودورات نيابية من كل مختلف القوى السياسية وسلطات تنفيذية و17% من الموازنة طيلة من 2005 لحد الآن وفق هذا الدستور. ليش موضوع الاستفتاء الدستوري يصير لا ما التزم به؟ ليش؟ يعني لو كان صرف موازنة 17% واستحقاقات البيش مرقة لما وصلنا اليوم إلى مناقشة موضوع الاستفتاء. اليوم دنناقش مسألة الاستفتاء وتقرير المصير نتيجة سياسة تهميش الكرد نتيجة خرق الدستوري لكثير من عندك حق اللي عندك حق دستوري وتصور أن القوى السياسية العراقية ما رافضته. سوي استفتاء في ثلاث محافظات على خط 19/3/2003 واستقل وبعدين ويا الدولة العراقية كدولة كردستانية ناقشوا موضوع المناطق المتنازع عليها وتروح تسوي استفتاء بكركوك. لا لا احنا عندنا خيار اخر استاذ احمد راح نجري استفتاء في تلك المناطق والنتيجه نقبلها باي اي ايا كان وبعد ذلك مستعدين حتى بعد اعلان ماكو معايير دوليه لاجراء هذا الاستفتاء تقنع ان يتم تقنع شركائك ان يتم اجراء استفتاء استاذ معايير دوليه لاجراء الاستفتاء بامكان ما موجوده مثل ما شرحنا استاذ حسن بامكان ان نقوم باجراء استفتاء اخر على مصير مستقبل كركوك وان يسال ابناء المحافظه هل انتم مع بغداد ام مع دوله كردستان حتى وان كان استقلال كردستان بامكان ان نقوم باشراف دولي حسم تلك المناطق نهائيا لاننا انتظرنا الحكومه الاتحاديه طيله 10 سنوات لم يقم بتطبيق الدستور وخاصه الفقره الاخيره المتعلقه بماده 140 الا وهو مساله الاستفتاء. نحن ماضون باجراء الاستفتاء ولكن امامنا ايضا خيار الاخر ما بعد الاستفتاء هو استفتاء اخر على مصير كركوك. واضح استاذ محمد انتم لو ما خايفين من نتيجه الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها كان ما اعترضتوا. بالعكس لو نتيجه الاستفتاء في هذه المناطق كركوك وغير كركوك انتوا حاسميها لصالحكم لصالح الله للدوله الكرديه كان استخدمتوها يعني لمعادله الكفه للمحافظات الاخرى اللي هي اربيل توك اصوات راح تجي لله. فانتوا الظاهر ما عندكم ذيك الثقه انه فعلا هاي المناطق ستصوت لنعم. لا هي مو هالشكل لا عاد اللي صار انه الاجراء التغيير الديموغرافي المحموم من 2005 الى 2010 المستمر وصار حسن كان رئيس مجلس في كركوك وتحدث عن كركوك واعتقد المناطق الاخرى سواء في ديالى او في صلاح الدين او في الموصل كانت نفس الشيء. كركوك مساحتها زادت 300% عن ما كانت عليه 2003 باحياء كلها جديده وكلها تجاوز وكلها جاوب بحجه انه هذول المرحلين مو ضد عوده المرحلين لا لكن انا اجيبه من كركوك الاصلي اما تطلع كركوك ست اضعاف بقد ما كانت عليه ب 2003 بعد ان طلعوا منها 250 صاروا امر واقع. لا اسمح لي يعني غير النظام غير النظام يطلعهم مو هي هذه صاروا امر واقع حتى اجي بالامر الواقع اقول لك انا صرت بعدين احنا ليش ال 140 وال 140 ليش ما نحكي على 142 شنو كان سبب مشاركته السنه بقبول الدستور من صوت عليه الحزب الاسلامي في حينها بقت طارق الهاشمي تعديل الدستور على تعديل الدستور على 142 وكانت ال 140 على راسها. ليش تجي تطالبني اطبق ال 140 وما اطالبك وانا شكلت لجنه بال 2007 وانت من افشلها في اعاده كتابه الدستور واختلفنا عدلنا 60 ماده بالدستور واختلفنا على خمس مواد من ضمنها ال 140 وهذا الموقف لا يمكن بل ذهبوا لمعالجه الثغرات التي قد تحصل لا نمدد تاريخها يقول احنا ما راح نلحق نطبقها بنهايه 31/12/2007 بس نغير التاريخ يعني هو هم اللي ما قدر يسوي اللي اراده بها تعال ارجع عدل اياها بما يلائم مصالحه انا اصلا عندي مشكله بها بال 140 وانت تعال خلينا نقعد نتفاوض نرجع نتفق احنا سكان المناطق سواء كانوا كرد عرب تركمان مسيحيين كل المكونات والاحزاب تعال اذا احنا واثقين بوحده احنا لو واثقين بان الجماعه مو رايحين على دوله وتقسيم لهذا البلد خلي وين ما تكون كركوك خلت تكون ما من هذا ما انكتب وحتى ان انكتب بالماده الاولى هذا الدستور ضامن لوحده العراق وبدي باجه وبغيرها لكن من ترجع تحكي بالتفاصيل يطلع دستور المكونات وليس دستور المواطنه مكتوب بمكونات الفلانيه والفلانيه والفلانيه واحنا اللي آلين على انفسنا موجوده بدي باجه. لذلك اخي القضيه جدليه باساسها واشكاليه باساسها. تعال احنا نقعد اضمن لي وحده العراق وتعال نتفق على كل شيء شو تريد نتفق عليه تعال اضمن لي وحده العراق اما انت تقول لي لا اليوم حط كركوك بنهايه 31/12/2007 ضامن النتيجه انا حاطها بالاقليم
2018 بعد 11 سنة و10 سنوات أنا أسوي استفتاء تقبل اقبل ما تقبل أنا رايح مسوي دولة ورايح وماخذ كركوك وسالخ العراق. هذه مو هذه يسمونها بوغة الدين بوغة، مو هاي الطريقة، ما يصير العمل بها بهالطريقة. لذلك الحال أنه تعال نجلس شو اسمح لي المقابل. بعدين اسمح لي أكو قضية أخرى. من حدد المناطق المتنازع عليها؟ يصير طرف واحد يحدد المناطق المتنازع عليها، شنو الحويجتها تصير مناطق متنازع عليها؟ منين تلعفر منين مناطق متنازع عليها؟ أبدي بخط الحلم الدولة الكردية، يبدي من غرب الموصل ويعبر نهر دجلة، يخلي نهر دجلة بظهره ويأخذ سد الموصل ويجي يصلي إلى زرباطة وبدرة وجصان جنوب شمال الكوت. هذا ما معقول، شمال الكوت هذا مو معقول أخي. المناطق المتنازع عليها مو أنت تحددها، كركوك سميت بالاسم في الدستور هذا اللي هسه إذا نقول. لكن الأخرى تعال شنو، من يقول لك بدرة وجصان وزرباطة متنازع عليه؟ الحويجة على شنو متنازع عليها؟ تلعفر على شنو أنت حاط ليها تعالى فاضك عليها ومسميها متنازع عليها؟ أنت تجي تعد القائمة زي ليش ما حطيت بغدادها متنازع عليها وخلصتنا؟ هذا مو صحيح، وبالتالي اكو اشكاليه جدليه غير واضحه. تعال نقعد مكونات بس اكو ارضيه كل تفاوضيه سيد محمد، اكو ارضيه تفاوضيه قويه عند الكرد، امر واقع فرضوه بهاي الاراضي. لا شوف هسه مخالف الدستور ومخالف شوف شوف, 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 شوف هذا الامر الواقع. أمر واقع. انا قلتها هذا الامر الواقع، وهاي طريقه اللي هو الاذرع واقتناص الفرصه. أنا أخشى على التجربة الكردية. حتى لا حرب ماكو، اطمئن حرب ماكو. لا لا ماني أنا خلاص. لو على حرب أنا شجعت. اليوم سيد هادي العامري أكد حرب ماكو. أنا ما قلت أنا ما قلت. ونفس طويل. أنا ما قلت. شوف الحق اللي يطالب به أحد ما يروح، إذا ما نقدر اليوم نستعيد حقنا باكر، ما نستعيد حقنا باكر الجيل اللي ورانا يسأل. هذه إشارة لبداية عنف وقتال في هذه المنطقة. إذا ما ركنوا لصوت العقل هذا الكلام ما مقبول. إذا ما نقدر اليوم نقدر باكر، أما يجي يلوي ذراعي والله شنو مشكل وفد تفاوض وروح يتفاوض يا بغداد وتارك كل القوى السياسية وتارك قوى هذه المنطقة وتارك عربها وتركمانها، يجي صانع لأربع خمس شخصيات كارتونية يقول هذول يمثلون، هذا الكلام ما مقبول ولن تقبله الأجيال العربية القادمة ولا التركمان. لا لا ما أسمح لك. يا أنتم مجال التركمان دائما مظلومين بكل شيء، مظلومين التركمان يعني ما واقف عدالة. ما اسمح لك تقول كرتونيه. نعم تصنع شخصيات كرتونيه ونص. انا اقول انت علي زعلان عليها، انا احكي على ربعي اللي انت صانعه كرتونيه ونص. لا لا انت 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 لا لا استاذ محمد، اذا انت اليوم تجي تتهم عرب كركوك بالجحافل، اكو عرب كركوك يتهم جنابك بانه جحافل الدول الاقليميه. لا تتهم عرب الكركوك. انا الله يدري يعرف من الدول الاقليميه. لا لا ما اسمح لك. ما المؤتمر اللي رعاه اصدقائك كان رفضت تحضره، الله يدري من الجحافل الدول الاقليميه. انا ما عندي اتصال بس بالعراق والكل يعرف عني هذا الشيء. لا تخليني افتح الملفات التي لا يجوز تتهم عرب كركوك الاصلاء. لا انا شوف انا اتكلم عن العرب اللي تبعوك اللي صنعت منهم انت شخصيات كرتونيه. تايجي خلي فوزه بالانتخابات. اسمع لا لا عرب اسمع فوزه بالانتخابات وروح خلي صنع القرار اللي تريده. ما انت جايب لي اياه وتقول وحده ما مقبول. روح فوزه بالانتخابات وخلي اخر قرار وياك. هاي دائما رجاء سيد الشيخ هون، هاي التركمان مظلومين مظلومين دائما مظلومين التركمان بين العرب والكرد. ليش ما طبقتوا ال 140 وارتاحيتوا من البدايه؟ احسن سؤال اقول لك. من 2005 من أرجعك إلى 58 اللي هي أصل 140 قانون إدارة الدولة. قانون إدارة الدولة أرجعك إلى الجمعية الوطنية وأرجعك إلى من أول دورة، إحنا اليوم ثالث دورة. قارني الوزن النوعي في حكومة بغداد ما بين عرب كركوك وتركمان كركوك والتحالف الكردستاني، رئيس جمهورية، جمعية الوطنية، رئيس جمعية وطنية، وزراء. ماكو وزارة إذا ما بها وكيل من التحالف الكردستاني، هيئات مستقلة. ليش ذولا كلهم ها؟ وهيئة الرئاسة كان عندها في الدورة الأولى حق الفيتو، أي قرار يصدر بدون موافقة الثلاثة ينرفض. زين هم ليش بدأ يحاسبون سياسييهم وقادتهم أنه يابا تعالوا أنتوا ليش أخفقتوا في 12 سنة في تطبيق المادة 140؟ وهسه احنا التركمان والعرب لازم ندفع الثمن لانه ما طبقت الماده 140. هذه قسمه ضيزه، هاي قسمه ضيزه استاذ احمد. انا سامع اصحاب اصحاب راي صناع راي كرد اي وساسه كرد يعني خارج الاحزاب التقليديه الكرديه، دائما ما يقولون للقاده الكرد يقول لهم انتم سويتوا لنا صار لكم 12 سنه 13 سنه اي شنو اللي سويتوه من انجاز استراتيجي؟ لا جبتوا لنا كركوك يعاتبوهم طبعا لا رحتوا التهيتوا بالمناصب
واخذتوا رواتب للبيشمارك 17% واخذتوا من الموازنه، لكن شغلات استراتيجيه ما حد ما حد تطرق الان اجى الوقت ما حد تطرق اجى الوقت بس الآن. انت لا تدفعني الثمن سبب سياستك الخاطئه في بغداد، تجي اني كتركماني او عربي في كركوك لازم ادفع الثمن والله لانه الماده 140 ما طبقتها الحكومه اللي انت كنت جزء مسيطر فيها واني مهمش بها، والان اني لازم ادفع الثمن واقبل بامر الواقع واقبل بالاستفتاء، الاستفتاء هذا اللي للانفصال وليس الاستفتاء المقصود بالماده 140، اني ما مجبر ان ارضخ لاراده مكون ما اخر. ما حد يتحمل مسؤوليه، ما حد يتحمل مسؤوليه تطبيق الماده. انا اريد اصحاب القرار اعيش في اقليم مستقل. ما حد يتحمل مسؤوليه تطبيق الماده 140. ابراهيم الجعفري ليش الكرد اعترضوا عليه وطار من رئاسه الوزراء؟ تعرف ليش؟ لان ما طبق الماده 140. لانه الماده 140 غير قابله للتطبيق. المادة 140 أرجوكم أقروا تقرير دي مستورة مال 2009، الله يخليكم هذا التقرير موجود وما حد يقرأ. قال لهم يا با هذه ليش استاذ شخوان يقول لك انتم ما ملتزمين بالدستور، اربعة احتمالات يعني ماده مهمه بالدستور، ويقول لك استاذ شخوان انتم يعني ما مطبقينهم. ليش اليوم قرار مجلس الامن 1440 قال اذا اختلفتوا في الحدود هاي المناطق المتنازع عليها ارجعوا الى بعثه اليونامي خلي هي تساعدكم، وسوت تقرير وتعبت عليه سنه كامله ما ادري سنه ونص تشتغل، وبالاخير طلعت بتقرير قالت اولا كركوك ما يحل امرها غير التوافق. استعير لك نص من 2009 اليوم قبل ما اجي للبرنامج. هذا قبل 9/6/2014 صح حسن؟ الامور اختلفت، الرمال متحركه. اسمع النص، طين النص، طين النص. النص يقول احنا رغم حرصنا على اجراء الانتخابات في كركوك، هذا الكلام 2009، ولكن اناطه مستقبل المحافظه بمجلس محافظه منتخب يستطيع ثلث اعضاء تقرير مصير المحافظه هو سيؤدي إلى اندلاع الحرب الأهلية. اليوم تصريح وزير الخارجية التركي ما جاي من الفراغ، أكيد هو همين قاري لهذا النص مال دي مستورة مال 2009 لو عنده من طيلة بوقتها. فحتى أنبه الموضوع أنه موضوع اليوم الانفصال ببعد إقليمي، والملف السوري ضاغط على تركيا، ضاغط على إيران، ضاغط على المنطقة كلها. تيلرسون يخابر رئيس الإقليم يقول له أنت لازم تأجل الاستفتاء لأنه سيؤدي إلى مشاكل. اليوم 40% من مساحة كركوك لا زالت تحت سيطرة داعش. أنت تعال بظل هذه المعطيات تفكر لي شلون تسوي استفتاء، والاستفتاء تسميه مال الانفصال. إخوان إحنا اليوم هذا التهديد اللي قرأته في بداية البرنامج، هذول الكاكائية هو من أكبر المجتمعات المسالمة في كركوك، ولا في يوم من الايام اذى ولا اكو شخص فد يوم اشتكالي قال الكاكاي اذاني. اليوم احنا تاركين ذولا تحت سيطره هجمات داعش، نجي نلتهي بالاستفتاء والانفصال؟ الله يخليكم، عندنا لا زال فسحه من الوقت لحلحله مشاكلنا، خلي نخلص من هذا لو كان الاستفتاء يمكن لو كان الاستفتاء في المناطق المحافظات الثلاثه الخط مال 19/3/2003 يمكن ما كان شفتوا ردود الفعل هاي الداخليه والخارجيه. المشكله انه معضله كركوك بحد ذاتها هي معضله بغض النظر سواء اكو استفتاء، قبل ما تتحدثون عن الاستفتاء وقبل ما تحددون موعد يوم 25/9 كركوك صار 14 سنه نحكي بها ونقول قبله موقوته، الان مصرين الاستفتاء بكركوك، لا متفائلين جدا انه حتى عرب وتركمان كركوك راح يصوتون بنعم. الموضوع بيبعد نفسي يعني، هذا يعني الاصرار مالكم بيبعد نفسي يبدو مو سياسي بس. يعني الحقيقه احنا وصلنا الى قناعه بان الحكومه الاتحاديه غير ناوي عن تطبيق ماده 140، وبالتالي عوده الحال الى ما كان عليها، كما هو الان الاخوه العرب والتركمان غير راضين على اجراء انتخابات في كركوك لاسباب سياسيه تتعلق بهم. انا مساله التركمان يعني اذا تسالني انا كنائب، تسال اي مواطن تركماني تقول انت ليش اليوم مع الاستفتاء مع للاقليم بالنعم او منو ما عندك احصائيه منو من التركمان مع الاستفتاء؟ هاي رموز التركمان هنا البارحه اجتمعوا، منو مع الاستفتاء من التركمان؟ انطيني اسماء. لا تدري شلون استاذ احمد، اليوم تركمان المحافظه لا يمثلهم فقط استاذ حسن توران، انا قلتها في منزل دكتور سليم جبوري، انا نائب عن محافظه كركوك حصلت على اكثر من 3000 صوت في مناطق تركمانيه
ما بيها الصوت كردي ولا عربي. لماذا أنا لا أمثل التركمان كركوك؟ هناك شريحة واسعة من التركمان تريد أن تكون مصيرها مع الإقليم. أستاذ أحمد، التركمان اليوم ليش ما يريد أن ينضم إلى الإقليم في حين الإقليم كردستان قالت بأنه أي مطالب تركمانية في إطار حكومة إقليم كردستان أو إطار دولة كردية بإمكان ملء استمارة بيضاء درج كل مطالب التركمان في ورقة بيضاء والكرد يوقعون عليها، بينما الحكومة الاتحادية ولحد اليوم أراضي تركمان اللي لحد الآن باسم البعثين لم يعود إليهم، ليس لتركمان وزير واحد، ليس لتركمان منصب واحد سيادي في الحكومة العراقية، ليس لتركمان أي امتيازات في الحكومة الاتحادية، بينما فتحت حكومة كردستان أبوابها للتركمان بأنه يقومون بدرج ما يطالبها ضمن حدود إقليم كردستان. 3000 صوت قليلة بحقك من التركمان في كركوك بناء على هذا الخطاب، لكن أنا أشوف أنه يعني وليس انتقاصا من كرديتهم، اليوم لو جايب نائب من اليكتي ما كان يتحدث عن هالحماس عن الاستفتاء في كركوك. يبدو البارتي اللي ماخذ كركوك وماخذ كردستان كلها الى المجهول من خلال اصراره على الاستفتاء، وهذا مو انتقاصا من كرديه اليكتي او نواب اليكتي، لكن يبدو واقعيين بالوضع. لا مصلحه شعبهم قاريها صح، مصلحه الكرد مخليها امامهم، مو مثلكم بالبارتي رايح مدافعين الاندفاع. لا بالتأكيد، يعني هناك أخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا متحمسون باتجاه هذه القضية، باتجاه مصير كركوك، باتجاه انتخابات في كركوك، باتجاه انتخابات مجالس جماعة اليكتي جناح البارتي، نفس الحماس ونفس التوجه. لكن الحقيقة باعتبار أنا الحاصل على أكبر عدد الأصوات من بين النواب الحاضرين في الكرد في مجلس النواب، أتكلم عن هذه المسألة، لدينا الآن محافظ من الاتحاد الوطني الكردستاني هو أحرص على أن تكون الاستفتاء في كركوك وإجرائها في موعد، اللي هو عضو مكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني الحماس، ليس من قبل الحزب الديمقراطي، وهذا القرار ليس قرار حزب الديمقراطي الكردستاني وإنما هو قرار إجماع الكتل الكردستانية ما عدا حركة التغيير والجوران، اللي هم نأمل أيضا خلال الفترة القليلة القادمة أن ينضموا إلى الحركة الوطنية لإجراء الاستفتاء. إصرار واضح سيد محمد، والثقة واضحة بالخطاب وبالأداء وبالخطوات. ما اعرف سيد الشيخوان اذا عندك عدد المحطات اللي ممكن ان تفتح بكركوك قبل ما انتقل للاستاذ محمد، عدد المحطات اللي ممكن تفتح بكركوك للاستفتاء. هناك مناقشة أو بحث هذه المسألة مع مفوضية كركوك وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لإقليم كردستان، كل المناطق اللي متواجد فيها مفوضية كركوك تابعة مفوضية كركوك تابعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية. نعم بالتأكيد سيكون هناك تنسيق بين مفوضية كركوك ومفوضية المستقلة للانتخابات في الإقليم لوضع آلية لوضع صناديق في كل المناطق، كل المناطق اللي بها قوات بيشمركة ومؤمنة تماما سيتم وضع صناديق الاقتراع، وبالتالي بإمكان مواطنين تلك المناطق الإدلاء بأصواتهم. جيد، ماشيين الجماعة دون رجعة، يعني واضح، يعني المواقف بينت وماشيين الجماعة واضح. بس انت شفت لي اكو احد من المجتمع الدولي قال ايه خطوه جيده، او القوى المحليه السياسيه قال خطوه النظر. جيده بغض النظر مصرين. زين هاي شنو قيمه هالورقه اللي راح يسويها ولا مجتمع دولي موافق لا امم متحده، والتصريحات متواليه ومتتاليه والكل رافضتها، بل انه يعني هو قبل قليل بدايه البرنامج كان مثل الحديث انه كان مثل قيمه ما سميته هذا التغيير الديموغرافي الكبير اللي صار طيله 14 سنه حسب ادعائك. نعم هاي قيمته الآن يفرض أمر واقع. الآن يصير الاستفتاء ويصير نعم في كركوك، نعم في أربين، نعم في ما لها قيمة قانونية. ما لها قيمة قانونية، لا لها قيمة دستورية ولا لها قيمة قانونية. وناقشنا تفاصيل القانونية ما أرد أرجع. ظلوا نايمين بالعسل. لا مو نايمين بالعسل أبدا، مو نايمين بالعسل. إحنا شوف إذا وضعنا الآن ضعيف بسبب سيطرة داعش على مناطقنا وبسبب وضع بغداد، وحتى أنا موقف بغداد كحكومة اتحادية كسلطة تنفيذية، هذا ترك الأمور سائبة وتأجيل حل المشاكل وعدم أخذ موقف واضح عندي عليه ملاحظات، لكن ما راح تبقى بغداد هالشكل ولا إحنا راح نبقى هالشكل. إحنا اليوم ربما نعم مناطقنا تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ونتأمل نخلص من عندها بالفترة القليلة القادمة، بس مو معناها احنا ناسين انه نعم وراحت كركوك. هذا حلم لن يتحقق للآخرين ابد، هذا الموضوع احنا باقين
وعدنا من الامكانات. هذا كلام عواطف. لا هذا واحد شوف علم الواقع. ابدا هذا عواطف. ابدا مو عواطف. هذا عواطف طيل وقائع. لا العواطف هو الذهاب باتجاه استفتاء ما حد يقول لك انت 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 صح. القوى الدوليه والقوى المحليه والشركاء السياسيين والبلد ولا الى غطاء دستوري ولا قانوني وما تعرف من الجهه. انت شايف استفتاء هلامي لا محدد له ارض ولا محدد له سجن؟ شلون يصير وعلى اي اساس؟ ومن وين تعطيني غطاء دستوري؟ يلا يعني خلص احنا الان قاعدين قول لي الدستور يقول بالماده الفلانيه عيد الجهات اللي تستقل باكر هذا المي عابر من خلاص هم واضح جدا دايرين يظهرهم يعني هذا يظهرهم. هذا موضوع اخر. هذا استغلال ظرف واستغلال فرصه لضعف بغداد بسبب انشغالها او مو ضعفها لانشغالها بقتال داعش ولها توقيت. استاذ احمد تفضل. اولا اشكر الاخ شاخوان دفاعه عن مظلوميه التركمان في بغداد. بس ايضا ليش ما خبيت 3000 صوت؟ اي ما يخالف اذا هم حريصين الاخوه الكرد على التركمان في بغداد ليش هذا التعامل في كركوك مع المكون التركماني وممثليهم؟ ليش اليوم في كركوك رئيس مجلس المحافظه يسحب اختام مجلس القضاء؟ هذا مجلس القضاء استاذ احمد شكلوه في وقت 2007 قوات التحالف من كانت موجوده نموذجي كان 6 تركمان 6 كرد 6 عرب وثلاثة مسيحيين. هذا اختيل في 2014 رئيس المجلس صار النائب منير القافلي الله يرحمه كان شهيد استشهد وباقي في سجون صدام 21 سنة. بعدين جاء النائب ماله الأخ خالد العاصي صار رئيس فترة هددوه إلى أن قدم استقالة وقعد بالبيت. ورا ما قدم الاستقالة جمدوا هذا المجلس. أي مدير دائرة تركماني إذا يشغل مكانه يملأ بشخص من الإخوة الكرد. أنت إذا تريد تقول لي مظالمك خلي أكمل خلي أكمل أستاذ شاخر خلي أكمل. أي منصب يفرخ لازم يملأ بشخص آخر. التعيينات بألف واسطة واحد تركماني يحصل تعيينات يروح 3 أشهر ينتظر في مكتب المحافظ حتى تطلع الموافقة أو ما تطلع. إذا ما عندك إحصاء 57 لأنه كنت في وقتها في بغداد جيت نقل وتريد ترجع لمحافظتك لا يسمح أنه بطاقتك التموينية تنقل. عن أي تعايش ده نتحدث به كنكوك؟ أكو عصابات تعيذ فسادا تجي على بيوت التركمان هذا على محلات التركمان والعرب وتسلب أموالهم وما حد يحاسبهم. أنت على أي تعايش ده تحكي لي؟ إذا مكونين يقاطعون مجلس المحافظة وتفرض أمر واقع. بس أقول لك أستاذ أحمد ترى اليوم حلم الدولة دونه عقبات كأداء من دول الإقليم. واضح هاي حكينا بيها. هذه دول حكينا بيها. مو أنت ده تحكي تقول الأخوة رايحين بس أنا أقول لكم أنصحهم أنه ترى الطريق ما معبد وبي أشواك كثيرة وراح يتأذون وراح نتأذى. واضح هاي الأمثلة اللي ذكرها السيد شاخوان الأمثلة اللي ذكرها السيد حسن توران وكركوك من المفترض يعني تابع للسلطة سلطة بغداد. فكيف إذا كركوك صارت رسميا وواقعيا تحت سلطة الإقليم بالتمام والكمال دستوريا واستقليتوا وأخذتوها شو راح يصير وضع العرب والتركمان وانتوا ياما تتغنون بحقوق الأقليات في دولة كردستان القادمة؟ لا بالعكس تماما أستاذ أحمد. إحنا بعد انتخابات 2014 هناك ازدياد في مقاعد الكرد في مجلس النواب العراقي بمقعدين، لكن رغم ذلك فقدنا عدد من المناصب الإدارية ككرد وتم ترشيح الأخوة من التركمان. مو هذا سؤالي. على طريقة تعامل يعني السلطة في كركوك رئيس جامعة كركوك رئيس جامعة كركوك كان كرديا قبل الانتخابات واليوم شخص تركماني. مو هذا سؤالي. طريقة تعامل السلطة في كركوك نعم. مع العرب والتركمان وكركوك من المفترض تحت سلطة الحكومة الاتحادية، فكيف اذا كركوك صارت تحت سلطه الاقليم شو راح تعاملوا العرب والتركمان وبقيه الاقليات يوسف سهل نينوى وغيره؟ شو راح تعاملوهم اليوم تعامل مثلي مع الاخوه التركمان والعرب. الحمايه مؤمنه لهم تماما. اليوم لا يتم استهداف وخطف التركمان او تفجيرها من خلال سيارات المفخخه. لا يتم خطفهم والذهاب بهم الى حويجه ورشاد والرياض والدفع الفديه مقابل تحريرهم. اليوم التركمان لديهم كامل الحرية في كركوك ولديهم علاقات جيدة مع كل الأخوة الكرد وحتى المدراء الدوائر.
أغلبية مدراء الدوائر من الأخوة التركمان وكذلك العرب في كركوك. يعني أنا قلت بدلائل بأنه هناك مناصب كان للكرد قبل 2014، اليوم تم تنصيب الأخوة من التركمان والعرب كمدير لتلك الدوائر. رئيس المجلس المحافظة، رئيس مجلس القضاء، مدير محطة ملا عبد الله، مدير طرق وجسور كركوك، رئيس الآن معاون مدير تربية كركوك بسبب عدم توافق الأخوة التركمان على استاذ علي مهدي بتولي منصب رئيس المجلس. مدير تربية كركوك التركماني بتنصيب شخص يمنع من قبل المحافظ بالمباشرة. معاون مدير محافظ استاذ عبد السلام جاي كتابة من بغداد والمحافظ يمنع لأنه تركماني. أخوان خلينا نحشي وقائع، ماكو غير الوقائع توصلنا إلى بر الأمان. مضطر قاطعكم لأن هذه حي يعني الحالة الوردية لكركوك اللي رسمها استاذ شاخوان ابدا مو صحيحه. انا اشكرك شكرا جزيلا سيد محمد. اي بس ما انطيتني يعني لان الخطبه كان يحكي عليه بالحجريات تحول على المناطق الكرديه، يذبون على طريق شيرا وعلى طريق كم شمال وعلى طريق قرهنجير والقتل بالتركمان والعرب والتسليب خليه يطلب تقرير من الشرطه ايش قد بالمناطق العربيه والتركمانيه التسليب والقطف والقتل. الحكي شنو هذا معول سواها روح ورديه. لا ناخذ بس تعليق واحد. رياض حطاب شو يقول؟ من حق التركمان والعرب الاعتراف على الانتخابات في كركوك بسبب التغيير الديموغرافي الذي حصل بعد التغيير. أما بالنسبة للاستفتاء في كركوك فمن المتوقع تأجيل الاستفتاء في عموم إقليم كردستان بسبب رفض تركيا وإيران له وعلى أعلى المستويات وتطور العلاقات بين العراق ودول الخليج وتنصل أمريكا عن دعمها للكرد وتصاعد قوة المركز والخلافات بين الكتل داخل الإقليم. وخير دليل على ذلك مجيء وفد كردي إلى بغداد للتفاوض على الأمور العالقة بينهما. آخر تعليق لمن؟ علاء الأسد، أقسم عند واسطة ويمكم التغيير الديموغرافي الكبير الذي طرأ على كركوك بعد 2003 وضع المكونين التركماني والعربي في زاوية حرجة، وفي ظل ضعف حكومة بغداد وفشلها الكبير في التعامل مع ملف كركوك فإن حكومة الأقليم هي من سيكون صاحب الكلمة الفصل في تقرير مصير هذه المحافظة. وباعتقادي لو لم تجر الرياح الأمريكية والتركية عكس سفن انفصال الإقليم لكانت كركوك اليوم العاصمة الاقتصادية للدولة الكردية الشقيقة غير الصديقة. الألف واللام ما تدخل على الغير. على شكرا لك، شكرا لكم على هاي التعليقات. سيد محمد تميم شكرا جزيلا لك، سيد حسن توران شكرا جزيلا لك، سيد شاخوان عبد الله شكرا، شاخوان عبد الله شكرا جزيلا لك. أشكركم وأشوفكم مباشرة إن شاء الله.